واحدة قريبتنا من العيلة اسمها الست زينب. الست زينب دي ليها قصة غريبة جدا. الست دي اتجوزت يجي من 20 سنة، وللأسف ربنا مرزقهاش بأطفال، وهي وجوزها لفوا على كل الدكاترة، كل المستشفيات، تحاليل وفحوصات وغيره، لكن للأسف الكل كان بيقول إن الفرصة ضعيفة جدا. 20 سنة بيحاولوا لحد ما وصل سنها 40 سنة. كنا دايما لما نقعد معها نلاقيها راضية مبتسمة وكل اللي على لسانها اللي يجيبه ربنا كله خير، كله بإذن والله، كله بأوانه، وأنا هجيب بنت وأسميها سلمى بإذن الله. أنا جايب لها كل حاجة على فكرة. وقتها كان الكل من جواه بيضحك عليها، سلمتي دي أنت بقى عندك 40 سنة بس هو، يعني كانوا بيحاولوا يوصوها بكلمتين حلوين. وبعد فترة من لف على الدكاترة بطلت تروح، لأن الكل كان بيقول لها نفس الكلام، لدرجة أن قريبنا استغربوا أنها فقدت الأمل، مع أنها كان عندها ثقة ملهاش حدود. وتعدي الأيام والشهور والست زينب تحس بوجع في بطنها جديد، فتروح للمستشفى فيعملوا لها حبة تحليل، وفي النهاية يقولوا لها مبروك أنت حامل يا ست زينب. الست زينب بتقول أنا وياها سجدت على الأرض ما همنيش أي حد، وقعدت أقول له يا رب شكرا، يا رب أنا كنت واثقة وراضية، يا رب كل اللي جبته خير واللي هتجيبه خير. والست زينب بقت أم سلمى خلاص، وسلمى دلوقتي بقت عروسة زي القمر، عندها 15 سنة. وفي قعدة دردشة كده مع ست زينب قلت لها إيه السر بقى؟ أكيد كان فيه دكتور شاطر هو اللي جاب النتيجة دي. قالت لي طبعا أعظم دكتور، وتصدق كمان إن كشفه مش غالي، كشفه بس محتاج يقين ورضا، ربنا هو أعظم حد ممكن تلجأ له في موقف زي ده. أنا في فترة من الفترات كنت خلاص في خط الأمل، لكن ربك هو اللي خلاني أصبر. كنت بطلت أروح لدكاترة خلاص، لأن وفقا للفحوصات خلاص مفيش أمل، لكن أنا كان عندي خطة بديلة. قررت إن أعمل خير كتير، أدعي ربنا على قد ما أقدر. قعدت 3 سنين ما بين دار الأيتام ودار المسنين، كل أسبوع كنت لازم أروح أفرحهم، أجيب لعب وأكل وحلويات وكتب، ولو مش معايا فلوس كنت أروح أقعد معاهم، نرغي سوا ونهزر ونضحك، أطيب بخاطرهم وأنسهم في وحدتهم الصعبة. وبعدها فوجئت إن الدكتور بيقول لي أنت حامل، فأعظم وأجمل موقف من المولى عز وجل. ولحد اللحظة دي ما قطعتش الخير اللي كنت بعمله، بقالي 15 سنة بعمل اللي ربنا يقدرني عليه. حقيقي القصة دي عظيمة جدا وملهمة، وعلمتني درس مهم وعظيم، إن أول خطوة في طريق الرزق إنك لازم ترضى. ارضى الأول بقضاء ربنا قبل أي حاجة، ارضى قبل ما تدعي، ارضى بتغيير الحال أو القدر قبل ما تدعي باللي نفسك فيه، قبل ما تساعد أي حد لازم ترضى، لازم تكون راضي عن حياتك وعن رزق ربنا ليك، سواء خير أو خير برضو، لأن ربنا ما بيجيبش شر أبدا. اللي اتمنع عنك واللي اتحبس عنك كان بسبب، والسبب ما يعرفوش غير علام الغيوب، وانت عليك انك ترضى، انك تدعي ويملك اليقين بان ربنا هيطيب خاطرك وهيكون جنبك مع كل امنية وحلم. الراضي عن حاله ربنا بيملى حياته بركة، بيخليه دايما يشوف الخير في حياته وكل جميل، وبيلهمه حسن التصرف، بيلهمك الطريق الصح، هيأثر عليك المسافة ومش هيخليك تتوه تتلخبط تمشي في طريق غلط، ومشقة الرجوع منه تبقى صعبة. صدقني ربك هيديك العلامة، هيديك العلامة اللي انت لازم تمشي وراها، وهيرزقك الصبر، ومفيش صبر من غير يقين ولا رزق من غير رضا. هيمنحك السكينة وهيخليك تنام وانت مطمن، اللي في جيبك هيكفيك مهما كان قليل، وهتقابل ولاد الحلال في كل خطوة، وهتشوف الوش الطيب من الدنيا، وفي نهاية المطاف هيرزقك بطلبك ويمكن أحسن كمان، طالما صبرت عليه ورضيت عن عدم وجوده. بس بعد إيه؟ بعد ما تكون نجحت في الاختبار، اختبار الرضا واختبار الصبر. إلى اللقاء.